الدولة اللي قررنا أننا غادي نمشيو ليها هي كندا إن شاء الله. الإقامة كتشوفوها قدامكم من بعد واحد إجراءات. الإجراءات كلها درناها من الإمارات، حتى شي حاجة بالمراحل ديال الخطوات ديال الإيميغراسيون ديالنا ديال كندا ما درناه من خارج الإمارات. مستشار الهجرة اللي خاد لنا الدوسي ولا نتكلف لنا بالدوسي خارج الإمارات. السلام عليكم، دايرين بخير؟ رجعت لكم فيديو جديد، وهذه المرة ما غاديش نكون بوحدي، كاينة أنا. السلام عليكم، إن شاء الله أموركم كلها تكون بخير وعلى خير. نتمنى نكونوا خفاف عليكم ونبارطاجيو معكم شنو ما قدينا من المعلومات دابقى لي زيكسبيريونس ديالنا، دابقى داكشي اللي عشنا، ونتمناو تعمل فائدة وتستافدو جميع، وهذا هو الهدف في هاد لاشين ديالنا. أول حاجة عواشر مبروكة، غدا 15 شعبان، واليوم 25 فبراير 2024. كنا خدينا واحد القرار اللي هو ديال نخرجوا من الإمارات أو نهاجروا من الإمارات، بالرغم من الاستقرار المادي صراحة والاستقرار المعنوي. قبل ما ندخل في السبب ديال الهجرة اللي خلانا أننا نخرجوا من الإمارات أو نسافروا من الإمارات، غادي نهضروا على الحوايج اللي غادي نتوحشوهم بزاف صراحة في الإمارات، واللي كنظن أننا ما غاديش نلقاوهم في شي دولة أخرى. ما غاديش نقولوا ما غاديش نلقاوهم، ولكن صعيب أنك تلقاهم مجموعين. لا، صعيب أنك تلقاهم مجموعين. يعني بحال دابا هنا الصحة، وأكثر شخص غادي نقدر نقول أنه غيهضر على الصحة هنايا، يعني طبخ الاكسبيريونس داك الشيء أنه تزاد عندنا نبيبي هنايا في الإمارات، هي الأهل، هي اللي غادي نخليها صراحة تهضر على الصحة بصفة عامة. أكثر حاجة الصراحة الله اللي أنا نقول لكم، ما عمرني حسيت بواحد الجودة اللي هي فريمون عالية قد الإمارات. يعني تعالجنا في المغرب، شفنا يعني كنتفرجوا وكنعرفوا جودة ديال الصحة في بزاف الدول، ولكن ديال الإمارات إن إكسيبسيون. سورتو أنا زعما كي عندنا أم بيبي هنايا، يعني كانت اون اكسبيريونس اللي هي زوينه، ما كيخليوكش اصلا تحس باللي راك براني عندهم. هذه دو ان. ثاني حاجه كلشي كتحس باللي كلشي خدام معاك انت بوحدك، سواء الطبيب ديالك، سواء لي زانفيرميير ولي زانفيرميي، سواء زعما النظافه، سواء الماكله. يعني فريمون كتحس براسك جالس في اون شامب اوتيل 5 اتوار. مازال ان شاء الله يكون فيديو اخر ونصوروا لكم لا كلينيك زعما باش نقربوكم من الصوره اكثر، ولكن راه الصحه عندهم واحد هنا غادي نهضر على واحد النقطه. بطبيعه الحال الا كانت لاسيرونس ديالك كتغطي واحد المجموعه ديال الكلينيك، ديك الساعه غادي تقدر تقول بانه الصحه واعره. حيت الا كانت لاسيرونس ديالك عيانه، هذه واحده من الحوايج اللي غادي نقدر نقول انها خايبه. الا كانت الشركه ديالك اللي انت خدام معها او الجهه اللي انت خدام معها ما دايرهاش لك ان بون لاسيرونس، غادي تعاني. غادي تعاني. دابخي الاكسبيريونس ديالي انايا في الكلينيك اللي هو صراحه كلينيك اللي درت فيه انا جوج ديال لي زوبيراسيون، وحده على ركبتي وحده على صبعي، وهو نفس الكلينيك اللي ولدت فيه مولا الدار. غادي نقولوا السميه بطبيعه الحال. كلينيك برجيل وراه معروف هنا في الامارات، يعني غنيه على التعريف. هو واحد الكلينيك صراحه اللي بحال كتحس راسك داخل بحال واش مول ولا داخل سميتو اوتيل 5 اتوار. يعني حتى في الميليو، يعني الاجواء اللي كاينين في الاوتيل ديجا كتلقى مثلا واحد كيدير البيان، كتلقى مثلا ديستريبيوتور ديال الكافي والماء غراتوي.
يعني حتى الواحد الا قنط في لا شومبر ديالو ولا مثلا سوا ديزون حنا كاع اللي في الغربه ما كنحسوش براسنا. يعني حنايا دابا مثلا جبنا ام بيبي الحمد لله وفرحنا به بزوجنا، يعني لا فامي ديالنا ما قدروش يتواجدوا معنا في ذاك الوقت، الوغ كحسينا براسنا يعني الاجواء زوينه، كلشي فرحان معنا، كلشي نشط معنا، دارت الحمد لله الزياده زوينه والاطباء زعما كانوا في المستوى. خاص غير تقول ضراني هذه الحاجه كتلقى كلشي كاين معاك وحاضر معاك وكيقول لك شنو خاصك. وديت النقطه ديال لاسيغونس هذه بصح حاجه مهمه، يعني سواء الخدمه ديالك خاصها تكون كدايره لك اون بون اسيغونس اللي كتقدر تغطي لك تكوفري لك بزاف الحوايج اللي منها لي زاناليز اللي منها لو نيفو، انت اللي كتحدد يعني لاسيغونس ديالك هي اللي كتحدد كيفاش غادي تعيش واحد ليكسبيريونس ولا لا مالادي جاتك لا قدر الله في هذه البلاد. سيرتو حيت انا واحد العام كانت الشركه اللي كنت خدام معاها كانت حيدات لينا هاد لاسيرونس الواعر، فما كانش باغمي لي كلينيك اللي نقدر نمشي ليهم هو برجي. فصراحه شفت واحد الكلينيك اللي داعي لديك الاسم اللي صراحه كان السيرفيس عيان، وبالمناسبه هو ست، والناس اللي تيعرفوا برجي النجده راه غاديين يعرفوا الكلينيك اللي كان حداها وسب. فصراحه الصحه كتكون من واحد الحوايج اللي صراحة كنقولوا ولا كنظن أنني ما غاديش نلقى بحالها. غادي نجيو الأمن والأمان والاحترام، الاحترام ما كاينش زعما كاين هذاك التبسال اللي كنعرفوا حنايا في المغرب ولا ذاك الصداع اللي في المغرب ولا ذاك التمكير اللي في المغرب، صراحة ما كاينش. وهذا غادي يدينا لواحد الحاجة أخرى هي النظافة. راه فريمون راه كتحس بواحد النظافة اللي ماشي طبيعية. ها هو الدليل، هو قدامكم دابا حنايا، يستحيل انه غادي يبان لك شي طرف ديال الكاغيط ولا شي بلاستيك طايحه. صراحه انت غادي يعني في مكان عمومي وكتلقاهم يعني موجدين لك شي حوايج اللي غادي تحتاجهم، سواء الماء لي بوبيل بارتو، يعني غادي تلقاهم ما كاينش شي واحد اللي غادي ينوض غادي يخلي شي حاجه ديالو مخطوطه، امبوسيبل. زعما الصراحة كل محترم راسو، كل بحال قلتي مكونترولي راسو، ما كيتسناش شي واحد يقول لي اجي جمع من وراك. كاين لا سيرفيونس وكاين المتابعة من الناس ديال الدولة. وهنا فاش كنهضروا على النظافة راه كنهضروا على النظافة بصفة عامة. دابا النظافة غادي نهضروا على حتى النظافة في لي طاكسي، راه صراحة كتركب في لي طاكسي بحال كتقول راكب في طوموبيلة ديال مولاها ديالك. ديال مولاها. واحد النظافة صراحة، واحد النظافة اللي ميمكنش. وهنايا غادي نهضروا على النظافة في لي مول، راه الله يعزكم لي طواليت ديال لي مول غادي يكونوا صراحة بحال قلتي ديال شي فيلا. ما انا ما كنفضلش انني نحط لي فيديو ديال لي طواليت حاشاكم، ولكن راه صراحه النظافه وغادي نهضر على سميتو ديال ياس مول. انا كنت ديالو كان لي صراحه، ولكن كيختلفوا بحال هكا ديال بوابه الشرق ولا ديال المشرف مول، يعني على حساب الكبوريه ديال بحال ياس مول صراحه. ديال ياس مول او لا ديال ابو ظبي مول وورد ترند سنتر حتى هو واعر. هاد هو من الحوايج. وعاوتاني كيف ما شفتوا، مع العلم ان زعما كاين الجو هنا في الامارات سخون، ولكن راه واحد لي فور دايرين في انهم باش يديروا دي اسباس اوفيرت راه ما يمكنش. وكاينين دي بارت اللي بزاف، بحال واحد كان يلا تحل في مصدر، انا غادي نحط لكم الفيديو ديالو تشوفوا كبير. وكاين ديال خليفه الف، حتى هو غادي نحط لكم الفيديو ديالو تشوفوا كي داير. هادو دي باك اللي صراحه راه المفروض انهم يداروا بالفلوس، ولكن غادي تشوفوهم كي دايرين موفرينهم صراحه يعني تراك ديال الجري، التيرانات سواء ديال الباسكت سواء ديال التينيس سواء ديال الميني فوت، باك دي جو يعني باك بحال كتحس. حنا دابا جينا وحطينا الوليد يلعب بحال نيايا، بحال دابا نيت حنا فاش كنا دايزين دزنا حطينا امير في واحد الباك ديال الدراري الصغار،
بقى كيلعب تقريبا تما كاين 21 دقيقة عاد جينا. والحاجة الزوينة اللي من الحوايج اللي غادي نتوحشوها الصراحة هي ما كتحسش بالغربة. ما تتحسش بالغربة الصراحة. هي باش نقسموها على جوج الجهات. الغربة كتحس بها في المناسبات في رمضان داك التجمعات العائليه ما كاينينش هنا، العيد الكبير ما كتحش راه كاين العيد الكبير باش نكونوا صريحين. الغربه بصفه عامه هادي ولكن غير الغربه مع العلم انه زعما دوله اسلاميه فاش غادي يسمعونا غادي يقولوا دوله اسلاميه كيفاش ما كيحسوش هكا دايرين يعني كل واحد ما غاديش تلقى واحد مدخل مثلا حولي بحالنا وداكشي انت دي ديجا ممنوعه ديجا كتذبح في البطوار كتذبح في البطوار. حنا كنجيبوا الحولين مدبوح. وحاجه اخرى نقطه مهمه نقولها لهم اللي هي الكرشه مثلا ما كاع الفواد كامل ما كيعطيوهمش ما كيعطيوش لك. شكون اللي غيعطيه لك الا كنتي كتعرف شي جزار مغربي او لا شي جزار من شي جنسيه يعني من شمال افريقيا ما نقولش من شي جنسيه عربيه من شي جزار من شمال افريقيا هو اللي غادي يخلي لك سميتو او لا كتلقى مثلا مغاربه هو شمال افريقيا يعني تونسي جزائري ولا مغربي هو اللي غادي يخلي لك الفواد. ميسي نو كاين انا صراحه ما كنحسش بالغربه. هو ما كيحسش بالغربه كاع ولكن اون جينيرال الرجال ما كيحسوش بالغربه ما عرفت نقولوا لهم على حسب ما كتحسش براسك غريب علاش حيت ما كاينش عندهم مثلا لقيتي واحد اماراتي ما غاديش يدوي معك بدونيه هذه الاولى. ثاني حاجه عندهم تنوع ثقافي يعني كتلقى من جميع الجنسيات دابا حنايا في ابو ظبي يعني كتلقى الهنود كتلقى هذه نقطه مهمه قلتيها هذه نقطه مهمه قلتيها حنا كنهضروا على ليكسبيريونس ديالنا من ابو ظبي ما غاديش نقدر نحكم على دبي ما غاديش نقدر نحكم على الامارات الثانيه ولكن انا كنظن دبي هي غادي تكون الناس اللي ساكنين في دبي هما غادي تكون عندهم نفس الراي. والنقطه اللي غادي نتوحشوها صراحه ثانيه هي بلد اسلامي كتسمع الاذان كتصلي الجمعه كتصلي الاعياد كتصلي التراوح في رمضان كتصلي العشاء في رمضان كتسمع المغرب فاش كتكون صايم يعني هذه وحده بالنسبه للناس المحجبات العيال ما عندهمش مشكل كاين حوايج هذا الشيء اللي كيفتقدوا دول اخرين ما كاينش مشكل ومن الحوايج اللي درنا على هذه الغوشيرش وقالوها الناس زعما دي فيديو اللي بارطاجاو لي زيكسبيريونس ديالهم في دول اخرين كيلقاو مشكل المحجبات في اللباس ديالهم باركونت هنا فين ما مشيتي غادي تلقى الحوايج سواء المحجبات سواء غير المحجبات يعني كلشي عايش كلشي موفر في الدوله ما نقولوش هي صراحه يعني. وحاجه اخرى هو الحوايج اللي كتسهل الحياه اللي كتخلي اصلا الحياه سهله هنا هو راه واحد التقدم التكنولوجي اللي ما يطيحش لك على بالك افونسي بزاف غير نرجع نهضروا غير على الكلينيك عندك دوز اوبسيون يا اما انك تاخذ الرونديفو بالتليفون او لا تاخذ الرونديفو بار واتساب وملي كنقول لك تاخذ رونديفو بار واتساب قبل من نهار ما يوصل الرونديفو ديالك كيعيط لك الكلينيك ماشي شخصا كتعيط لك غير واحد كنقول لها واحد لوبيراتور اللي هي بحال قلتي اي اي ارتيفيشال انتيليجنس كتعيط لك كتقول لك واش كتكونفيرمي الرونديفو ديالك واش كتكونفيرمي الرونديفو ديالك في النهار فلان يعني ما كيكونش واحد لي شونج في الهضره غير بحال دابا كتعيط لك كتقول لك وي السلام عليكم راه عندكم رونديفو بغينا نفكركم راه عندكم رونديفو غدا مع الربعه ما تنساش غادي تجي نص ساعه قبل وتجيب معك الاي دي اللي هي لا كارت ناسيونال ديالنا بوغ لو كونفيرماسيون ورك على الرقم واحد وركت على رقم واحد شكرا لقد سمعتي مع السلامة بالنسبة للتقدم التكنولوجي واحدة من الحوايج اللي أنا الصراحة يعني كنظن أنا ما غاديش تلقاها في شي دولة أخرى هي هنايا في الإمارات كيخصك كل عام تجدد الملكية ديال الطوموبيل هنا تجديد ديال الملكية ديال الطوموبيل راه ما كياخذش منك أكثر من 15 دقيقة تجديد الملكية راه ما كياخذش منك أكثر من 15 دقيقة اللي ممكن ياخذ منك وقت هو لا فيزيت تكنيك ولا فيزيت تكنيك علاش كتاخذ منك وقت بزاف حيت كيكونوا بزاف ديال الناس قدام
لا اقل ولا اكثر. هذه من ناحيه الباقي كديروا كل شيء في واحد لابارال، كتدخل الاي دي ديالك، كتدخل الاي دي ديالك، كتاخذ لي زانفورماسيون ديالك، كتخلص لي فري ديالك، كتخرج لك الملكيه الجديده ديال الطوموبيل. ما كتفوتش فيها 15 دقيقه، شنو 15 دقيقه 10 دقائق. يعني صراحه واحد التقدم تكنولوجي، وهذا التقدم تكنولوجي كنشوفوه حتى في لي كاميرا هنا. راه ما يمكنش انك تدوز من شي بلاصه ما فيهاش كاميرا. بغيتي تخلص شي بروسي ولا شي حاجه اونلاين، التقضيه كامله تقريبا كتكون اونلاين. ما يمكنش اونلاين سوغ بلاص، يعني بالتليفون. وصراحه هذه من وحده من الحوايج اللي كنشيرو بها حنايا عاوتاني في الحدود. الحدود فاش كنكونوا خارجين من الدوله ما كندوزوش عند لاجون ديال الحدود. كتشوف في الكاميرا ديال العين اللي كتسمى بصمه العين في المطار، صافي وكتخرج بحال. ونفس الشيء فاش كتكون داخل عاوتاني بصمه العين، يعني داك الوفي ديال انك تبقى شاد الصف وكتسنى الباسبور، هذا الباسبور ما كايناش ديك الهضره غير. وحاجه اخرى بالنسبه لي زاشا كيف قلنا حتى هما كلهم دي زابليكاسيون وكل شيء. وشي نقطه اخرى بغيت نقول لها انا شنو ما كنتش شفت كنت نقول لها شنو شي حاجه والبوليس ما كتلقاهمش في الطرقات. لا يستحي تلقاش البوليس في الطرق، يعني اي مخالفه كديتكت بالكاميرا الرادار والكاميرا الرادار. البوليس قليل كتلقاهم، هذوك كتلقاهم وسط من كيقول لها المناطق الخارجيه ووسط من الصحراء تما كاين هي فين كتلقاهم. ولكن مالغري هذا الشيء كامل اللي زوين اللي هضرنا عليه، كيبقاو شي حوايج اللي كيخليوك انك كتفكر وكتطمح وكتعيد التفكير مره اخرى للمستقبل ديال العائله. علاش هادشي كامل اللي هضرنا عليه زوين وما يمكنش لينا حنا نكروه ولا نقولوا شي حاجه ابخي اكسبيريونس ديال 10 سنين صراحه. فاش غادي نبغيو نمشيو في حالنا كاينين اسباب اللي خلاونا اننا ناخذ القرار ديال الهجره. اول حاجه اللي هي ما كايناش واحد ستابيليتي، ما كايناش واحد ستابيليتي. انت خدام بالسيستم ديال الكونترا، عندك كونترا خدام راك في امان الله ومرتاح ماديا ومعنويا. اون فوا كتولي قرب انت الكونترا ديالك، واش غادي يجددوا معاك الكونترا ولا ما غيجددوهاش؟ هنا كتبقى بزاف ديال التساؤلات اللي الناس اللي هنايا اصلا في الامارات عارفين هذا الشيء، يعني لا داعي اننا ندخلوا في التفاصيل. حيت هنا ما كاينش نظام ديال سي دي دي وسي دي اي، لا هنا ما كاينش شي حاجه سميتها الاقامه الدائمه. والدليل هو انه الاخ ديالي مشى لوحده من الدول من بعد مني انايا بخمس سنين، وهو دابا تحصل على الاقامه الدائمه ديال ديك الدوله، وانا باقي هنايا مرتاح ما غاديش ننكر الخير. لي كونديسيون ديال كيبقاو مرتاح ماديا، ولكن على المدى الطويل هذه هي الحاجه اللي غادي بغيت نقول، هذه هي الجمله اللي بغيت نقول. الاستقرار على المدى الطويل، الاستقرار على المدى الطويل، وحتى التفكير للوليدات. حاجه اخرى اللي ما هضرناش عليها هي التعليم. التعليم هنايا خاصك تعرف انه غالي بواحد الطريقه ما تتخيلهاش، الا اذا توفقتي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان ولادك يدخلوا للبيبليك. وما كتعنيش ان ولادك غاديين يقراوا فابور، هذه ما كتعنيش ان ولادك غاديين يقراوا فابور، هذه كتعني انك غادي تخلص عليهم واحد لو مونطون اللي ناقص. وانا واحد من الاصدقاء ديالي كيخلص على ولاده في العام في البيبليك 6000 درهم اماراتي، اللي هي كنهضروا على 6000 و6000 12 3000 15، يعني بحال كتهضر على واحد 17000 درهم مغربي في العام. وهذا باقي صغير بطبيعه الحال، هذا باقي صغير بطبيعه الحال، هذا باقي صغير. الو، الدوله اللي قررنا اننا غادي نمشيو ليها هي كندا ان شاء الله. الإقامة كتشوفوها قدامكم من بعد واحد
اجراءات ديال اللي خدات لنا واحد المده معينه ما غاديش نهضر فيها دابا باش ما نحرقوش لكم المراحل. الوغ الاجراءات كلها اللي درناها من الامارات ماشي من المغرب، اجراءات كامله. علاش؟ لان الاجراءات ديال الميغراسيون ما عندهاش علاقه بالدوله اللي انت فيها. انا كنهضر على الميغراسيون ما كنهضرش على الكونطرا، وحتى الوقت ديال البروسيسين البروسيسين تايم ديال الدوسي في الميغراسيون ما عندوش علاقه بالدوله. باش كتكون كونطرا طرافاي هذيك بيرميت وورك هذيك كتكون عندها علاقه بالدوله، اما الا كانت ايميغراسيون ما كتكونش عندها علاقه بالدوله. مي كاينين واحد المراحل في البروسيس اللي كيكونوا شويه فليكسيبل، مثلا حنا في الكا ديالنا في الامارات. علاش؟ حيت لي رونديفو بيك يعني ما كيكونش في الامارات بحال عندنا حنا في المغرب. فيفاس مثلا حنا فاش بغينا نمشيو يعني كتاخذ رونديفو اللي حنا مازال كندويو عليه هذا التقدم التكنولوجي، وهذا كتاخذ رونديفو في التليفون كيكونفيرمو لك الغد ليك كاش مشي بوان با. مثلا فاش كنبغيو نجدو الباسبور شي ورقه خاصه لنا في القنصليه او شي حاجه، ما كاينش هذاك تسنى وشد الصف وهذا، لا كتاخذ رونديفو كتمشي كتاخذ الورقه ديالك كدوز، ولو سيرفيس والاحترام اللي مازال كندويو عليه الصراحه اللي غادي نفتقدو الادارات، وكنتمناو يعني كندا نلقاو فيها هاد الشيء. الو قلنا الاجراءات كلها درناها من الامارات، حتى شي حاجه في المراحل ديال الخطوات ديال الميغراسيون ديالنا ديال كندا ما درناها من خارج الامارات الا الامتحان ديال الفرونسي. لا ديال الانجليزيه. لونجلي ديالك انت اللي درتيه في المغرب؟ ولكن ما خدمناش به، خدمنا بديال لا خدمنا بديال التسويق ديال الفرونسي دوزناه هنا بجوج. ايه الو الفرونسي تي اف كندا بطبيعه الحال دوزناهم كلهم من هنا في اليونس. عندك المدة والوثائق والخطوات وحتى مستشار الهجرة اللي خاد لنا الدوسي ولا اللي تكلف لنا بالدوسي خارج الامارات ما كاينش في الامارات، ولكن راه واحد الانسان خالوق بزاف. وكيفاش درنا حتى بدينا معاه وكيفاش هذه القصه جات سبحان الله. فاش يا ربي تيسر لك واحد الحاجه راه صافي ما حتى حاجه خاصها فيديو بوحدي. الو تسناونا فيديو اخر ان شاء الله غادي نهضروا على المراحل وكيفاش وعلاش من الالف حتى الياء الاجراءات ديال الايميغراسيون ديالنا ديال كندا وشحال ديال الوقت خدات لينا. تسناوهم في الفيديو الجاي، وكنوعدكم انه غادي يكون فيديو قريب ما غاديش نتعطلوا. فاي واحد عنده شي سؤال غير خليوه في الكومنتار. شكرا ونتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.